السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد الله اني ترددت كثيرا عن وضع هذا الفلوق، ولكن بلغ السيل الزباء، يعني اكثر من المقاطع التي سبحان الله العظيم بدأت تنتشر الان في كثير من القنوات اليمنية. اصبحنا ننخرط، يعني في مثل يقول لك الله يكفيك من البدو اذا اتحضر. تمام، لا نريد ان نتكلم عن الملابس الخليعة التي تلبسها زميلات ممثلات او المذيعات او لا ندري اين دور نقابة الاعلاميين او المهن الاعلامية او الفنانين في هذا الجانب. أيضا الإساءة إلى التراث الوطني والإساءة إلى كثير من الأشياء يعتبر من الأشياء التي ليس جيدة، لكن الإسلام أهم شيء. الخطوة التي أقدمت عليها الزميلة ماهر العبسي للأسف الشديد خطوة، يعني كمحقي أنا كمواطن يمني أحمل جنسية يمنية، حتى لو كانت هذه وجهة نظري أنا لحالي، والحاجة الغلط نقول غلط، هذا غلط. أنا أتكلم في الدين في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما وصفت الزميلة مايا، أنا الذي يتزوج على زوجتي هو خائن، يعني الخيانة الزوجية هكذا، الخيانة ليست هكذا، الخيانة الزنا، الخيانة يعني فاحشة، الخيانة جريمة، الخيانة ممكن، لكن هذه ليست خيانة، هذا شيء في نص في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نستطيع أن نتجاوز هذا الشيء إطلاقا. خلاص حاجة فيها نص نبوي، خلاص حلل الله سبحانه وتعالى لضرورات وأحكام معينة، خلاص ما في صبابط. أتمنى أن يحذف هذا المقطع من اليوتيوب، مسألة الإساءة. تمام، في مسألة الخيانة التي صورته الأستاذة مايا فيما يسمى بفدرع الماشي، كثير من التخبيصات التي تصورها، لكن هذا الشيء الذي صراحة أزعجني عندما تصور مع شوية شيوبة وناس مشاكين وصبعفين حالتهم حالة، وتحاول أنها تفرغ الأشياء لا أدري عنها. أنا أتمنى لها أن تتزوج لكي تعرف هل هناك إيش معنى كلمة حياة زوجية قبل أن تتكلم عنها وتعمل نفسها فقيها. تزوجي تزوجي، أنا نصيحة لك أنك تزوجي، بس عشان تعرفين إيش معنى الخيانة الزوجية والحياة الزوجية والأشياء هذه، عشان ما نجلس نتكلم عن حاجة ما احناش عارف انها ولا احناش عارف انها. وأتمنى أن القنوات تعمل نوع من الرقابة على مثل هذه الأشياء قبل عرضها. أتمنى أن يمسح هذا الفيديو وأن تعتذر الزميلة مايا العبسي للجميع، وألا يكون مثل هذا الفيديو في مكتبة اليوتيوب تصطدم به الأجيال القادمة فيصبح لهم سنة في حياتهم. ومن الأفضل أن نناقش قضايا أكثر كالعنوسة وعلاجها. وبدلا عن هذه الحرب الممنهجة لتعدد الزوجات، نتمنى أن تستهدف مثل هذه البرامج مكافحة العنوسة، وأن تحس مايا العبسي بأن الحياة الزوجية مسؤولية ونعمة.